اليوم شو بتحكي للجماهير للاعبين بعد التأهل وشو بتوعدنا؟ شوف الفريق اكيد اشتغلوا عمل مضني، عمل على مدار سنه ونص يمكن حافظنا او سنتين حافظنا على نسبه كبيره من اللاعبين، وبالتالي الان الانسجام اللي حصل في المباريات الثلاثه او من اخر مباراه في الدوري مع فريق الوحدات الفريق في تصاعد. الحمد لله انه ما ضاع تعبه رغم انه خسر المباراه الاولى وكانت غير مستحقه بالمره، لانه احصائياتها ما بتدل بالمره على انه الفريق كان ممكن يتعرض للهزه هاي، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله بانه يمكن انصفنا في المباراه الاخيره او في طريقه التصفيات، ولو انها يمكن مجحفه المره هاي انها بس مرحله واحده، ولكن الحمد لله هذا النجاح لازم نبني عليه وما يغرنا بانه نركن عليه، لازم اذا بدنا نستمر للامام اكيد في قدامنا شغل كبير ان كان على المستوى الفني او المستوى الاداري. المستوى الاداري اللي هو الان يعني الكره في ملعب داعمين نادي الصرف، لانه مش ممكن اللاعبين والاجهزه الفنيه تقدر تتحمل اكثر من هيك، يعني لانه بصراحه مدينه الصرف تحوي رجال اعمال وداعمين على مستوى عالي، فبالتالي هذا ناديهم وهذا الشيء مطلوب منهم انه الان يمثل مدينه الصرف وبالتالي يمثل الاردن كافه. صحيح. الان مطلوب منهم يكونوا على قدر المسؤوليه حتى الفريق يقدر يستمر للمستقبل. صحيح، هاي رسالة من الكابتن أبو عابد ورسالة منا إحنا لكل محب ولكل أبناء السلط ولكل أبناء الأردن، مش بس السلط، إنه السلط قدم وعمل اللي عليه وتأهل في ضائقة مادية يمكن على كل الأندية، لكن مثل الفرق أو اللي بتمثل الأردن يجب إنه كمان نوقف معها بصورة أكبر. كابتن جمال أبو عابد شكرا لك، استحقيتم التأهل وشكرا على هالأداء، شكرا على هالفرحة اللي أعطيتونا إياها. يا سيدي ولو انه الامور يمكن الان في اوجع طاقه لنادي الصرف، ولكن احنا طبعا زي ما حكيت لك بانه ان شاء الله انه هاي التصفيات او هذا التاهل راح يخلينا ننتبه للمستقبل بانه فريقنا دائما يكون جاهز، لانه مباراه الكويتي برضه مش سهله خاصه انها ذهاب واياب، ما بنعرف شو بتكون الظروف في وقتها، ولكن استعدادنا لازم نبلش من اول يوم نرجع فيه للتدريب على مراحل بانه يكون في استعداد للبطولات المحليه، وبالتالي تكون هي مرحله استعداد كبيره وكويسه لاننا نلعب صحيح قبل النهائي. صحيح، شكرا لك كابتن جمال ابو عابد، شكرا لك.